أستاذ أحمد، ما الذي يحدث الآن؟ ماذا يجري في جنين ونابلس أيضا؟ ما حدث هو أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين برفقة فرقة اليمام، فرقة الاغتيالات الإسرائيلية، وحاصرت منزل يتحصن فيه مقاومون فلسطينيون. وحسب مزاعم الإعلام العبري أن من بين المتحصنين في المنزل خلية حوارة التي نفذت عملية حوارة، هذا طبعا حسب مزاعمهم. لكن في التقارير الأولية التي تردنا الآن أيضا من إعلام الاحتلال كونه الجهة التي تنشر التحديثات الأولية، في بيان لجيش الاحتلال يزعم فيه أنه تم اغتيال 4 فلسطينيين داخل المنزل، لكن تبقى هذه الأخبار والتحديثات هي من جهة الاحتلال الذي يحاصر وما زال يحاصر المنزل، وقصف المنزل بصواريخ لاو وربما صواريخ من نوع آخر، ونشاهد طبعا أعمدة الدخان تتصاعد من هذا المنزل الذي تم قصفه في مخيم جنين. هذه الحملة المصعورة على مخيم جنين وعلى نابلس، أيضا ربما هناك أنباء تتحدث عن اقتحام لمدينة نابلس. هذه الحملة كنا نتوقعها باعتبار أن الجنون الإسرائيلي بسبب التباينات والخلافات والاحتجاجات والاضطرابات التي تتوسع في كيان الاحتلال، وهذا معروف عنهم بتصدير الأزمات إلى الفلسطينيين وسفك الدم الفلسطيني حتى يخرجوا من هذا المأزق الذي يواجهونه في هذه الأيام. هناك حديث عن مقاومة شرسة في مخيم جنين، كيف يبدو الوضع بالنسبة للمقاومين هناك؟ نعم أستاذ محمد، يعني تردنا أنباء أن كتيبة جنين، هذه الكتيبة التابعة للمقاومة الفلسطينية، تخوض اشتباكات ضارية، ونستمع أيضا لأصوات إطلاق الرصاص أيضا في محيط نابلس وليس فقط في جنين، وتردنا تحديثات أولية عن اقتحام بنابلس، لا نريد تأكيد هذا الخبر، ما زالت تحديثات أولية. لكن فيما يتعلق في جنين هناك مقاومة فلسطينية شرسة وعنيفة في هذه اللحظات في مواجهة قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، وأيضا ترد أنباء عن إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأنباء هي من مصادر فلسطينية محلية في مخيم جنين، تتحدث عن إصابات مؤكدة ومحققة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن هذا الهجوم في هذا التوقيت الصعب والمتوقع. وأيضا هناك تحليق لطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية في سماء مخيم جنين ومدينة جنين بشكل كامل، وأيضا تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية، وكان هناك تحليق منذ ساعات الصباح اليوم في أجواء مخيم جنين، وهذا ربما يؤشر إلى متابعة خلية المقاومة ومتابعة المقاومين في داخل مخيم جنين ومن ثم استهدافهم. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن 5 إصابات برصاص الاحتلال في عدوانه على جنين، والهلال الأحمر الفلسطيني قال إنهم يتلقون نداءات من داخل مخيم جنين لإسعاف عدد من الجرحى. يبدو أنها مجزرة جديدة في جنين أستاذ أحمد. نعم، المصادر الفلسطينية، مصادر وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد أن هناك إصابات وتؤكد أن هناك نداءات تصل إليهم من داخل المنازل، إحدى المنازل المحاصرة. لكن هنا نحن نقف دائما مع بيانات جيش الاحتلال ربما تكون فيها نوع من المصداقية، ليس لأنهم صادقين طبعا، لكن هم يحاولون دائما، وسبق وشاهدنا ذلك نشر تحديثات أولية. البيان الثابت الآن لجيش الاحتلال أنه تم تصفية خلية بين قوسين، طبعا تم تصفية خلية للمقاومة الفلسطينية داخل مخيم جنين، لكن المصادر الفلسطينية إلى الآن لم تعلن عن أي شهداء، باستثناء أنه كما قلت المصادر العبرية تؤكد أنه هناك خلية فلسطينية تم استهدافها، ووصلت معلومات ذهبية للشباك الإسرائيلي عن مكان هذه الخلية الفلسطينية التابعة للمقاومة، ومن ثم تحركت قوات
اليمام وهي فرقة الاغتيالات الإسرائيلية باتجاه المخيم وقامت بتصفية المقاومين. هذه تبقى تحديثات إسرائيلية، نعم. أخبار إسرائيلية بانتظار المصادر الفلسطينية. هناك أنباء عن محاصرة عمارة سكنية في مخيم عسكر القديم في مدينة نابلس. أستاذ أحمد، هل من معلومات حول هذا الأمر؟ يعني إذا حدث ذلك يكون أثناء الاتصال، قبل الاتصال لم تكن تصل لمعلومات سوى أن هناك ربما تحركات عسكرية في محيط نابلس، لكننا سنتابع أكيد بعد لحظات إن كان هناك محاصرة لعمارة سكنية في مخيم عسكر أو في مدينة نابلس. لكن هذا كله، وهذا ما نريد أن نركز عليه الآن، هذا كله كان متوقع ضمن سياسة تصدير الأزمات. كيان الاحتلال غارق بأزمة كبيرة، أزمة داخلية واحتجاجات واضطرابات كبيرة، ويوم الخميس كان مكرر أن يكون يوم المعارضة الكبرى الإسرائيلية، وهناك تهديدات بقمع المتظاهرين. فهذا السلوك الإسرائيلي كان متوقع، ومتوقع ما هو أبعد من ذلك بكثير حتى يخرج من هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك الناشط والمحلل السياسي من نابلس الأستاذ أحمد عارف، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، وللحديث بقية بطبيعة الحال. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل.